Now it's time for the Distinguished Partners Awards. عمر الحلو, partner at Hedef & Partners. شكرا مجلد ذلو. سعيد جدا بأن أكون اليوم في مصر ما بين كوكبة من المحامين والقانونيين. لمصر في نفسي يعني شيء كبير وصعب, صعب جدا إني أوصفه. يعني مصر لما تذكر التاريخ, الحضارة, الأدب, العلم, الثقافة, مصر. واليوم تذكر القانون, تجد مصر أيضا حاضرة بقضاتها, بأحكامها, بمحاميها, بقانونيها. ما زلنا نتعلم كما تعلمنا وسنتعلم إن شاء الله من مصر, فمصر حاضرة في قلوبنا دائما. شكرا جزيلا مرة أخرى.